السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يسعد مساكم جميعا في حلقتنا جديدة من برنامجنا لحياة أجمل، اللي من خلالها رح نبني حجر جديد ورح نهيئ حتى أنفسنا لنسيطر على عقلنا اللاواعي، الفيل الذي في داخلك، حتى نتخلص من المشاعر السلبية، نتخلص من الأفكار السلبية، نتخلص من أي شيء سلبي في حياتنا، ونبدأ في الانطلاقة الجديدة إن شاء الله في حلقاتنا الجاية اللي نتكلم فيها على الأشياء الإيجابية. اليوم راح نتكلم عن شيء مهم جدا جدا في حياتنا أيضا، اللي هو الأفكار السلبية. الأفكار السلبية اللي هي كانت سبب في الضغوطات في حياتنا، كانت سبب في التوترات، وكانت سبب في كثير من المشاكل في حياتنا، وبناء مصير قد يكون في بالنسبة للكثير من الناس سلبي. لذلك اليوم راح نتكلم عن الأفكار السلبية وعن طريقة مسحها، وكيف نستطيع من خلال تحديد أفكارنا تحديد المصير اللي نحن نتمنى إن شاء الله. عزيزي المشاهد، في حلقتنا اليوم اتفقنا أنه حنتكلم عن الأفكار السلبية وطريقة التخلص منها وشو هي آثارها على حياتنا وعلى مستقبلنا. لذلك اخترنا التصوير الآن أن يكون أمام هذا الحائط الكبير عشان نقتبس منه الطريقة الجديدة، اللي هي نعمل حائط خاص فينا بين الأفكار السلبية وبين عقلنا اللاواعي، حتى ما نسمح لأي فكرة سلبية تدخل لعقلنا اللاواعي وتتحول إلى قناعة، وبالتالي تتحول إلى شخصيتنا، وبالتالي تتحول إلى مصيرنا. لذلك اليوم عزيزي المشاهد، أنت تستطيع من خلال تحديد أفكارك تستطيع تحديد مصيرك، وذلك من خلال تحديد الأفكار يؤدي إلى تحديد القناعات، يؤدي إلى تحديد العادات الخاصة بك، يؤدي إلى تحديد شخصيتك، وبالتالي يؤدي إلى تحديد مصيرك. لذلك اليوم أنت قادر من خلال تحديد أفكارك تحديد مصيرك اللي أنت بتتمناه. لذلك انظر إلى المصير، قرر اليوم شو هو المصير اللي أنت بتتمناه، حتى تستطيع تحديد أفكارك اليوم وتحديده من خلال تحديد هاي الأفكار. رح نحكي أو رح أسألك سؤال عزيزي المشاهد. سؤالي: تخيل أنت اليوم جائع وكنت ماشي في الطريق، وفجأة وجدت ثلاث خيارات من الأماكن اللي ممكن تأكل منها. الخيار الأول هو من القمامة في الشارع، الخيار الثاني هو من الأكل البيتي في البيت، أو الخيار الثالث هو الأكل في مطعم أو أوتيل خمس نجوم. في طبيعة الحال الكثير مننا، أو إذا ما كان 100% سيختار الأكل المتنوع والمأكولات اللذيذة، ويأكل ما لذ وطاب من الفندق أو الأوتيل خمس نجوم. لذلك اليوم اختيارك هذا مبني على أساس واحد، وهو حفاظك على صحتك الجسدية، إنك أنت ما بتدخل على جسمك القمامة، ما بتدخل على جسمك الأكل اللي ممكن يضر صحتك النفسية. وكذلك من الغريب جدا أنه الإنسان اليوم يزعل وقت اللي إذا الناس رمت قمامة عند بيته، ولكن يسمح لهم بكل بساطة يرموا الأفكار السلبية على دماغه، على عقله اللاواعي، وبالتالي يؤثروا على حياته المستقبلية، وهو يقبل ذلك ولا يفعل أي شيء حيال هذا الشيء. لذلك عزيزي المشاهد، أنت اليوم عندك القدرة أنك تختار الأفكار التي تخدم مصلحتك في مستقبلك، التي تخدم صحتك النفسية وصحتك الذهنية. هنا تحضرني قصة جدا رائعة تكلمت عن أحد السلاطين والحكام السابقين. في يوم من الأيام أراد أحد الملوك أن يختبر ثلاث وزراء عنده، فطلب من الحراس عنده أن ينادوا الثلاث وزراء، وطلب منهم إعطائهم كل واحد كيس من النايلون، وأمر العسكر أنه يأخذهم على البستان، وطلب منهم أنه يعبوا الأكياس اللي معهم بالفاكهة من البستان. طبعا بطبيعة الحال راح الوزراء على البستان، أول وزير قام بتعبئة الكيس بكل شيء من الأرض، بالحجارة، بالأوراق، بالأوساخ، بالأعشاب، وبعض الفواكه المتعفنة. قال في باله أنه الملك مش راح يفتش الكيس تبعي، وبالتالي مش مهم، وبالتالي جمع فيه كل شيء حتى ممكن يكون قمامة أو مضر في صحته. الوزير الثاني
قام باختيار فاكهة فقط، ولكن ما اختار الفاكهة الطيبة والطازجة، اختار الفاكهة المتعفنة، الفاكهة المضروبة، الفاكهة التعبانة، فاختار كل شيء ووضعه في الكيس. أما الثالث فأخذ وقته في اختيار أفضل أنواع الفاكهة، الفاكهة الطازجة، الفاكهة اللذيذة، ورجعوا للملك. لما رجعوا للملك وصلوا عند الملك، فأمر الملك حبس هؤلاء الوزراء الثلاثة في السجن ووضعهم فقط مع أكياسهم لمدة 10 أيام، دو منع عنهم دخول الطعام والشراب. بالتالي اضطر كل واحد منهم أن يأكل ما حصد أو ما زرع في يده. وبالتالي كل إنسان، الأول الوزير الأول اللي جاب القمامة اضطر أنه يأكل القمامة، والوزير الآخر اللي جاب الفاكهة المعفنة والفاكهة بعضها النظيفة اضطر أنه يأكلها، والوزير الثالث اللي اختار أفضل الفاكهة كان نصيبه أنه يأكل هاي الفاكهة ويستلذ فيها لمدة 10 أيام. وأنت عزيزي المشاهد اليوم قادر أنك تختار أفضل الفاكهة من الأفكار الإيجابية اللي تخدمك في حياتك وتحافظ على صحتك النفسية، حتى تحمي نفسك من أي مشاكل، من أي أعراض، من أي أمراض مزمنة تؤدي إلى هلاك جسدك. عزيزي المشاهد، كثير من الدراسات تكلمت عن أنه الإنسان بيتكلم مع نفسه كل يوم أكثر من 4000 رسالة داخلية، وللأسف أنه 80% منهم هي رسائل سلبية بيتناولهم الشخص وبيسمح لأنهم يدخلوا لعقله اللاواعي. لذلك نحن اليوم تكلمنا على أساس أنه نحن نصنع حائط يمنع دخول الأفكار السلبية علينا. لذلك أول شيء نبدأ بوصية ربنا سبحانه وتعالى في القرآن الكريم، حيث قال: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله. لذلك أي فكرة سلبية، مجرد أنها تخطر في بالك فكرة سلبية، فوراً عزيزي المشاهد تخلص منها واقلبها إلى الإيجابي. رح نعمل تجربة الآن مع بعضنا وتشوف قديش ممكن تأثر فيك الأفكار السلبية وقديش ممكن تأثر على جسدك. فأحد الفرضيات المهمة جداً في البرمجة اللغوية العصبية تتحدث عن أنه العقل والجسد منظومة واحدة. جرب معي الآن عزيزي المشاهد أنك تتذكر معي حدث قديم سلبي وتفكر فيه وتعيش نفس المشاعر اللي أنت عشتها سابقاً، حتجد أنه جسمك حيتأثر سلباً بهذا الحدث. ولكن جرب مرة أخرى بعد ما تفكر الفكرة السلبية هاي وتأثر على جسدك سلباً، جرب أنك تتنفس بعمق، تأخذ نفس عميق وتبدأ تتخيل بأفكار إيجابية جديدة عكس الأفكار السلبية اللي كانت في البداية. راح تلاحظ تبدلت الفيزيكال أكشن أو لغة الجسد تبعك، حتشوف جسدك صار فيه نشاط، صار في حماس، صار في طاقة، صار في حيوية أكثر. لذلك هذا دورك أنت اليوم، أنت قادر من خلال تغيير أي فكرة سلبية إلى فكرة إيجابية، إلى تغيير جسدك وتغيير نشاطه وتغيير حماسه، ومنع التأثير السلبي من الدخول إلى عقلك اللاواعي، ومنع زراعة أفكار جديدة سلبية، وبالتالي أفكار وقناعات سلبية تؤدي إلى برمجة عادات سلبية اللي هي تبني شخصيتك وبالتالي تبني مصيرك. لذلك اليوم أي مجرد تذكر هذا الكلام، أي فكرة سلبية تأتي لمخك، مثلا تقول أول ما تفيق الصبح تقول اليوم الجو كاب، اليوم الجو غامض، أو الجو اليوم كئيب، لا بدلها، الجو رائع اليوم، تنفس بعمق وفورا بدل الفكرة السلبية بفكرة إيجابية. أي فكرة مهما كانت صغيرة أو كبيرة تستطيع بالتنفس بالعمق وقلبها إلى فكرة إيجابية، إلى تغيير مسارها تماما وزرع قناعة جديدة أو فكرة جديدة إيجابية في عقلك اللاواعي، وتحافظ على النفسية عندك حتى تمنع تراكم الأفكار السلبية التي تؤدي إلى ضغوطات، تؤدي إلى التوتر، وتؤدي إلى الكثير من الأمراض السلبية. لذلك عزيزي المشاهد، بالتنفس بالعمق وتبديل أي فكرة، مجرد تبديلها فقط بعكسها يعني ضدها، تقول مش قادر، أنا مش قادر، لا أنا قادر، تقول صعب، لا ممكن، إذن غير أفكارك وإن شاء الله ستغير مصيرك من خلال تغيير هاي الأفكار.
إذن عزيزي المشاهد، بعد ما شكلنا الحائط الإيجابي اللي من خلاله نمنع أي فكرة سلبية تصل من خلال 5 حلقات الماضية إن شاء الله، الآن أنت جاهز للحلقات الجاية اللي هي حنستطيع من خلالها زرع الإيجابية في عقلك اللاواعي حتى تبني الحياة الأجمل اللي تكلمنا عنها، اللي هي راح نعيشها مع بعضنا إن شاء الله في حلقاتنا الجاية، وإن شاء الله لحياتنا المستقبلية الرائعة جدا. لذلك كون معنا بكرة إن شاء الله، حنبدأ أول حلقة في الإيجابية ونتكلم فيها عن الكلمة الطيبة. كونوا معنا.